أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة، وقد ربح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ما قيمته 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10132 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 2216 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل انضموا إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. سيد حسام، بعد التحية، ما هو التقييم الأولي لأداء مؤشرات البورصة اليوم في ظل الارتفاع الجماعي لمعظم مؤشرات البورصة؟ وطبعا تابعنا كده في جلسة النهاردة أن التباين سيطر على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، ولكن نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بصعود قدره 9 نقاط، مسجلا مستوى إغلاق عند 10132، وده كان مدفوع بعمليات شراء من قبل المؤسسات المالية المصرية والأجنبية والعربية عند بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وهو 10000 نقطة، الأمر الذي دفع المؤشر إلى الصعود والإغلاق بالمنطقة الخضراء وتقليص خسائره الصباحية. ولكن إن شاء الله يعني الإيجابي للأداء المؤشر هو استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 نقطة واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية وزيادتها بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، ولكن الأمر كان في حالة ترقب وهدوء بالنسبة للمستثمرين أو المؤسسات العربية في ظل ارتفاع أو عزم الفيدرالي وتأكيد رئيس الفيدرالي الأمريكي على التزامه بمواصلة رفع معدلات الفائدة بأكثر من 2% قبل نهاية العام. ده كان خالق أو وجد حالة من الترقب والهدوء بالنسبة للأسواق العربية بصفة عامة والأسواق المالية العالمية بصفة عامة، وكان تأثيره واضح جدا بتداولات الأسواق المالية العالمية من بجلسة تداول يوم الجمعة الماضي، وده كان ليه طبعا تأثير على أداء الأسواق طيب المالية العربية. لو تحدثنا عن الفيدرالي الأمريكي وارتباطه ويعني ما يمكن أن يكون في الفترة القادمة من ارتفاع للفائدة بنسب متفاوتة وتأثيره على القطاعات أيضا الرابحة لدينا هنا في مصر من خلال البورصات والتعاملات وأسباب الصعود، ما هي القطاعات في وجهة نظرك سيد حسام المتوقع لها أن تكون في الواجهة يعني في الفترة القادمة؟ هو طبعا يعني أنا أعتقد أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة في ظل اتباعه السياسة الانكماشية في ظل الأزمة الجيوسياسية التي بدأت منذ بداية العام وارتفاع العائد الخالي من المخاطر، ده الأمر اللي بينعكس سلبا على أغلب الأسواق المالية لتحويل أو اتجاه الأموال المستثمرة من الأسواق المالية تدريجيا إلى أدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر. ولكن هناك تأثير إيجابي أيضا على بعض القطاعات بالأسواق المالية مثل قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية الذي سوف يتأثر إيجابا بهذه القرارات أو برفع معدلات الفائدة أو العائد الخالي من المخاطر لحصوله أو اتجاه هذه الأموال المستثمرة نحو هذا القطاع يعني زيادة استثماراته لقدرته على سد استحقاقات هذه أو استداد استحقاقات هذه العوائد المرتفعة في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر، وأيضا بيعطي قوة لعملة الدولار مقابل العملات الأجنبية. أعتقد أنه هيكون في يعني إعادة تسعير للأسهم بالأسواق طيب العربية. اليوم كان هناك سيد حسام تراجعا كبيرا في أسعار الذهب العالمية، وده طبعا له تأثير مباشر وغير مباشر بأسعار الدولار، كيف تقيم هذا الانخفاض في أسعار الذهب عالميا؟
يعني هناك علاقة عكسية ما بين معدلات أسعار الذهب ومعدلات ارتفاع قيمة الدولار، وطبعا السياسات الانكماشية زي ما ذكرنا منذ قليل أن السياسة الانكماشية التي يتبعها الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة وعزمه رفع معدلات الفائدة منذ بداية العام بأكثر من 6 مرات، ده بيعطي قوة لقيمة الدولار، وده اللي بينعكس سلبا على اداء اسعار الذهب عالميا، وبيتجه الذهب نحو الانخفاض عاده مقابل صعود الدولار عالميا. واعتقد ان احنا هنشوف مزيدا من الانخفاضات باسعار الذهب لخروج الاموال المستثمره بالمعدن النفيس وتحويلها تدريجيا للادوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر مع استمرار الفدرالي باتخاذه السياسه الانكماشيه ورفع معدلات الفائده لدعم العمله الامريكيه في الازمه الجيوسياسيه ما بين. طيب اخيرا سيد حسام، ما هي توقعاتك لجلسات نهايه الاسبوع غدا وبعد غدا ان شاء الله؟ يعني استقرار المؤشر الرئيسي اعلى مستوى الدعم الرئيسي ل 10,000 نقطه، ده امر ايجابي جدا لاداء المؤشر ويدفعه الى استعاده مستوى المقاومه الرئيسي وهو ال 10,200 نقطه، وده هيكون مدعوما ومدفوعا باستمرار اتجاه المؤسسات الماليه المصريه والعربيه بالشراء وفتح المراكز الماليه بالاسهم القياديه بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، وان شاء الله نشوف استعاده لمستوى المقاومه الرئيسي ايضا الثاني اللي هو ال 10,400 مع عوده نشاط الاسهم القياديه مره اخرى ووضوح الرؤيه العامه للاسواق الماليه بصفه عامه بعد اعلان الرئيس الفدرالي الامريكي بمواصلته اتباع السياسه الانكماشيه ومواصلته رفع معدلات الفائده بالولايات المتحده. اذا سنكون الجميع في اسواق المال في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الفدرالي الدولي. كل الشكر والتقدير الخبير في اسواق المال حسام عيد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.